ज्यादा तेज ले आएंगे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा वो खत्म गाड़ी किसने चलाई है بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مانگ لیں جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون
لقد أكل القول وراك سريف فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأسكان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًّا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع لعين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه
أتمم إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون لم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لما سخرهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان أيام يلقى القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أناما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوم مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده
سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر يم مغرق الخزي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر يم مغرق الخزي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر يم مغرق الخزي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغلولا بكمالي كشف دوجا بجمالي سن جميع خصالي سلو عليه وعليه وصحبه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم بے حد مشکور جنہوں نے زندگی موقع توفیق اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائیں سب کی بگڑی بنائیں مشکلیں آسان فرمائیں شان سے جینا شان سے مرنا عطا فرمائیں بیماروں کو صحت کاملہ بے گھروں کو گھر بے کاروں کو کار عطا فرمائیں بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمائیں کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیں
मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। अल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें बंद करके अल्लाह सुबहानहु व तआला को हाजिर नाजिर जानकर बैठे। जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांग लें। तमाम तरह के खौफ फियर्स गेट देम आउट। अल्लाह 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहू वल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यश्फ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अय्दीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशै मिन इल्मिही इल्ला इल्ला बिमा शा वसिया कुर्सियु समावाति वल अर्द वला यऊदुहू हिफ़्ज़ुहुमा व वल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह
اللهم صل وسلم على